شوية باقي شوية شنو جاي نسوي القمة والله يعني. هناك شوف هناك مرة انحدر قوي تتزحلق تموت على طول سوي عملية. خلاص على حصور امانه امانه حصور ما ادري شو يسوي ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الان وصلنا مواقف الويدج ماونت ليك، هذا الهايك حق اليوم ان شاء الله. حق مدته 14 كيلو، 7 رايح 7 نازل، جدا جدا ستيب، حيكون من اصعب الهايكس اللي حنسويها. مستوى ارتفاع من تحت المواقف لين فوق تقريبا 1600 متر. معانا اليوم ان شاء الله هنا علي عماد اخويا اول مره يجي. في غابات شمال امريكا خصوصا كندا دائما لا تطلع لوحدك، دائما خذ معك جروب 3-4 اشخاص لانه احتمال فيه يكون حيوانات بريه مفترسه. دائما اسوي ازعاج في الطريق عشان لا يقربوا منك، ما عاد يسمع ازعاج واخره زي الهبل اللي ورا ذا. تعب انتبه انتبه شيت لقط سليمه. البيض صلب يا رجال. طبعا احنا دوب بدأ الخريف، شو ايش حصلنا؟ ثلج. شوف عماد كيف يتحمس الان. لا رجو لا رجو احنا هنطلع فوق هناك، شايفينهم اللي هناك هناك. هنا عزقه. بارد، يدي كيف شقشقت دم هنا. قررنا نمشي، عماد ركبته مرة تعلم وزي كذا، فنتجه على طول تحت ان شاء الله. وقربعت الطريق مو راضي يغلق.
علي حترد عشان يساعدنا. علي ايش رايك طلع؟ اميزك صراحه مره حلو. عماد اجيب لي سيره هايكنج وانا مصاب. عماد ترى قبل شهر شهرين مسوي عمليه في ركبته يعني. طبعا حاجتين دائما اطلع عليها في اي هايكنج، القمه ومواقف السيارات. اشوفكم ان شاء الله في مرادة ثانيه. سلام.